أسئلة. بماذا محيبه كان النبي أوها يشتغل أنه كم مشغول في صغري في حال صغري معه كم مشغول جري متى قر ما سافر النبي أو صفري إلى الشام الشام هو صفري حلقه مع من كيبه وسافر النبي الله صفري يلا سعد النبي من كيبه رآه النبي عركي في صفرته صفر كيسة كو عركي صفر سؤال الأولى هري ماذا محيبه أخبر الرهيبك عمه النبي ذلك أشياء مركو وياي ماذا محيبه طلب الرهيبك منه من عبي الطالب وكضل بضي بماذا محيبه استدل الرهيبك ودلي شدي على نبوة النبي النبي نبي سنة بحيو دلي شدي درسي أنا وحنكو غادونا نبي أنه أر إلى لجري حلقه هري وليبا سفرنا أو قال إلى الشام أم بيضنا ساسا يعني كل اسمين أم بيضا أورلمبا حوشان والقصوة تربيين أي معايا لأريق وحيوانات كو أو ير يروى أريق أسا مركب مسؤول انت الله قرنك قفكو أيو وحالة فيرنا سو أريق أولا صو جان قادو كبعدين أمادة أولا يلكرو أيا الله فيرنا وقت أيو نبي الله موسى شعي نبي شعي أريق إلى ليجا أريق إلى ليجا وأريق أن إيه إلالي بوضها إلى سقاسا إلى تو أريق إلالي أريق سو إلالي نبي والبصاصة يهد نبي كان عليه الصلاة والسلام أرجو سو إلى لي لبركو كان النبي وحوى صلى الله عليه وسلم في صغره في حال صغره أنت ويرى يرعى الغنم أري أي راعي جري لأهل مكة بأجرة وشاي ونور راعي جري وشدا سو يعيش النبي وكان ولانا منها وشدا وشغي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أرجع سو إلى لنا العو قادنا كان النبي وحوى أبو صلى الله عليه وسلم في صغره في حال صغره يرى أنت هذا وحوها يرعى إنه راعى الغنم أري لأهل مكة يراعي بيوتة نور راعي وشلا صار يعيش النبي وكان ولانا من هاي شلا حاجة الله برلبه ولما بلغ النبي مركو جاري التاسعة سنة السجالات سنة التاسعة له من عمره النبي عمره سكمة سافر وحوص سفر إلى الشام الشام مع عمه أذكر سيد الله سفر أبي طالب بتجارة قناع سيد الله سفر أذر راعي هذا ما شاء هذا وحنو قل لي ولما بلغ التاسعة سجال وكان لك سنة السجالات لكن لما بركو حوليه وغيل الثانية عشرة لبيت طبعا أي هاد ولبا كتاب كنور يقين كساسا كورنيت كتاب كنور يقين كلبيت طبعا هو لبيت طبعا سنو جرن وها مركو صفر كو قلاي سيدا سال أي قرأي كتاب كنور يقين كادو حونو قد لقين سقال مركو وراكو جرمشا ولما بلغ نبي مركو قارة التاسعة سنة دي سقالات مركو قاري تاسعة صوب من عمره سافر إلى الشام يوصفري مع عمي ذلك سو لا صفري أبي طالب بتجارة ولا صفر لمبر سدح ولما غروب النبي مركو قد وهذا من بصرة وطنك الشام الله صعده رآه النبي الراهب الرهيبك عابدك أي عرك بحيراءها فأخبره وحوشك الرهيبك عمه النبي ذلك سو حوشك بأنه ولد كان سيكون إنه وعادونه آخر الأنبياء أنبياء لك أوضا بيه وطلب الرهيبك وحوك عصد وكدل بدا منه من أبي طالب أن يرجع إن الله أبتبه ابنكان خوفا لأجل خوف الأقد البضع عليه النبي أوقد بغي من عدو عدو قاسو يتربسه النبي سوغيو يترقبه النبي سوغيو دور عيب والنبي هدي بالله إلى هذا النبي واي وانا وحقود شيء عربه ونكرد شيء وارتي بك جرى يام وارتي كجرى مركني كان راهب وسكاها والدريم يحول عنك أن وفير يعني نبي آخر آخر كإمام دون واسقى الله بتو لما كان عدو قاسو يهودي هذي أركان وي خارجين بو marka taariikhdaas soo dhacday xilligiis oo ahaa 12 sano jir meelahaas oo ahaa ajaayibtaas la arkay wala ma qaruba nabiga min busra magaalada busra markuu u dhawaaday waa dhulka shaame raahu nabiga raahib u caabidka ayaa arkay baxira ah fa akhbara raahibki wuxuu u sheegay amahu nabiga adeerkiis bi anna waladkaas ayaa kuuno aakhiral anbiya inuu ahaa doono wadalaba raahibku wuxuu ka dalbaday minhu abi daalib an yarjaca inuu la laabta bihi ibnigan wuxuu u dalbaday khawfan li'ayl khawfi abs darti alayhi nabiga uu baqayo من عدونا أوقع بقى عدو قاسو يترقبه النبي قاسو جاي لمبرافر وقد استدل الرهيب وحود لي شذي على نبوته النبي 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 يسب علاماته النبي علامات كيس ود لي شذي التي علامات داسو في كتب أهل الكتاب كسونت هذا نيه أهل الكتاب وها أهل الكتاب النبي جاين عليه الصلاة والسلام وحيو يقين سين عادي هين سين عادي هين ويقين ولذلك إله مركون كهلا وحوره الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم dadka ahlul kitaab waxa nabi maxamed sida ay u yaqiineen ilmahooda ay u yaqiineen ayuu waxa la weydiinay ahlul kitaabka la weydiin oo leeyna ka waran aayadaana ilaahay tilmaamay inaad u taqaanaan nabi maxamed kama yaqaanuna abnaahuma ilaahay ira ka waran markaas uu uray macrifati li nabi sallallahu alayhi wasallam ashadu macrifa min ibnuhu wiilkii aqoonta aan aqaan nabi maxamed ka sii daranow wiilkii meel uu ka yimaa aqaan macrifadeedu nabi maxamed aqaan ka daran macrifadeedu awlaadeed aan aqaan buu إلهي واتو آيات قال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مركو أي من نبي أي يقينين مرهم نيلات محون نوقع دلوة إي حاسنين يحب الرياسي أو نعين مركو نيكا أنواه فهم
رجع هو رهيبين تاعي رك في عنا كجري نماك واحد ببدري بلعيدة كشغي ما يصنعين كبعدي نماك علماء أوه ها يهودي النصارى ولي هو عادي وهلابين عادي وهلابين وحي كان الدين ترى ما يري بدلهم ومضى الله لوش بلعيدة كقطع مركزي وحي أركن أنتدي مركزي وحبي رهدين بالنبي نقدم بمظهر النبي أنا جاب وضن كالنبي أنا جاك الشيخ أنا جاك أساسا وقد استدل رأيك وحيود الإشهد على نبوتي نبيك النبي نميس بعلاماتي نبيك علاماتك سألتي علامات داسو في كتب على الكتاب على الكتاب كتب سنة أسئلة بماذا محيبه كان النبي أوها يشتغل أنه كو مشغول في صغاري في حال صغاري معه كو مشغول جري هذا عارف إلى الجري متى قرمه سافر النبي أوه صفري إلى الشام الشام حقوه صفري حلقه وحقوه صفري مركو الله بيطوان جرئها لكن كتابك سقال ونوشيك سقال مع من كيبه سافر النبي الله صفري يا الله سعود النبي مع من روحيبا سافر النبي الله صفر أبو طالب الله صفر وادير كيس من كيبا رآه نبي عركة في صفرتي صفر كيس كو عركي صفر سو الأولى هراء والراهب كبحي رأها ماذا محيبو أخبار الراهبك عمه نبي قادير كي أشيك مركو ويهي ماذا محيبو أخبار الراهبك عمه نبي قادير كي أشيك وحو أشيكي إنه الله الله آخر الأنبياء نوية ماذا محيبو معنى محو أشيكي وحو أشيك آخر الأنبياء نوية آخر الأنبياء ماذا محيبه طلب الرهيبك منه من أبي طالب وكذا البضي ماذا محيبه طلب الرهيبك منه من أبي طالب وكذا البضي وكذا البضي أن يرجع به خوفا عليه إن الله الله بماذا محيبه استدل الرهيبك أدلي شدي على نبوته نبي النبي نبي سنبحي أدلي شدي وحي أدلي شدي بعلاماته التي في كتب أهل الكتاب